ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد سلمان، زميل الكلية الملكية البريطانية لطب العائلة. أهلا بك دكتور. يعني قد يكون الكثيرون متفاجئين بهذا الأمر، القهوة مفيدة للقلب، أتوقع العكس. نعم، هاي الدراسة طبعا اللي هي دراسة هولندية، يعني جرت على أكثر من تقريبا 37,500 مريض، واللي يعني امتدت خلال 13 عاما، يعني فدراسة كبيرة. نعم، يعني احنا هي كنا نتوقع انه القهوه ممكن تاثر على القلب وعلى شغلات ثانيه، بس الدراسه بالذات حتى انت كطبيب يعني طبعا يعني مفاجاه بالنسبه لك. اكيد هو يعني ما نعتبرها مفاجاه، لانه بالحقيقه الدراسه اكدت على شيء واحد فقط، وهو انه القهوه بنسبه معينه، واللي هي الشاي كمان يعني في هذه الدراسه، ممكن تكون مفيده للقلب ب يعني عدد معين من الأقداح في اليوم، وليس يعني بكميات كبيرة. أيوة، لكن يتحدثون عن ما بين كوبين إلى 4 أكواب، يعني تقلل من مخاطر الإصابة بالقلب، ليس عدد بسيط من الأكواب. نعم، يعني احنا مثل ما بنقول خير الأمور أوسطها، فالدراسة قالت أنه بالنسبة للشاي لو الإنسان بيشرب ما بين 3 إلى 6 أقداح في اليوم، ممكن هناك يكون تقليل في نسبة أمراض القلب بنسبة 45%. لو بيشرب حوالي 6 أقداح في اليوم، تقليل بنسبة حوالي 36%، يعني حوالي الثلث. لو بيشرب قهوة بحوالي 2 إلى 4 أقداح في اليوم، بيكون تقريبا حوالي 20%. يعني نسبة كبيرة هي يعني، لكن الدراسة كذلك أكدت أنه لو الإنسان بيشرب أكثر ما في هناك فائدة، ممكن يكون هناك في ضرر، لأنه في القهوة كذلك في بعض المواد اللي ممكن تزيد الكوليسترول كما التقرير ذكر، وبالتالي يعني تأثر على القلب وتسبب أمراض قلب. يعني تزيد الكوليسترول لكنها في نفس الوقت تحد من أمراض القلب، فكما قلت ربما خير الأمور أوسطها. نعم، يعني هو بالذات الدراسة أكدت على أنه الفائدة من الشاي ومن القهوة هي نتيجة وجود الأنتي أوكسيدنت أو مضادات الأكسدة في القهوة والشاي، وهي بالتالي اللي تقلل من أمراض القلب، لأنها تقلل من الالتهابات اللي ممكن تصير في القلب وتسبب أمراض القلب على المستقبل. كذلك الدراسة وجدت أنه ليست هناك أي علاقة، يعني كنا سابقا نعتقد أنه ممكن تسبب يعني القهوة والشاي ممكن يسبب ستروك أو الجلطة الدماغية كذلك، فأوجدت هذه الدراسة أنه ليس هناك علاقة. لكن الدراسة بالذات لم تذكر هل أن الكميات الكبيرة من القهوة أو الشاي ممكن تأثر على القلب كما ذكرت يعني بالبداية، بالنسبة إلى أمراض معينة واللي هي زيادة الضغط، ممكن الارتجاف الأذيني في القلب. يعني احنا نعرف أنه القهوة تأثر على القلب من هالاتجاه هذا. يعني حتى هنالك كان من يقول أن من يشرب السجائر على سبيل المثال مع القهوة يوجد خطر جلطة، أو أن يشرب السجائر كما يفعل كثيرين دون تناول شيء في الصباح. أكيد طبعا، يعني من الطريف أنه هذه الدراسة ذكرت أنه يعني لو أنت بتشرب مثلا شاي فقط وتجلس وتشوف تلفزيون خلال اليوم كله بدون أن يكون الشاي هو جزء من حمية غذائية معتدلة وبدون التمارين اليومية مثلا، طبعا لا تكون هناك منها فائدة. كذلك لو بتدخن مع القهوة أو الشاي، أيضا الفائدة اللي تجنيها من القهوة والشاي راح تنعدم في هالحالة. يعني من لديه كوليسترول زائد مثلا يجب أن يبتعد تماما عن القهوة؟ ليس يبتعد تماما، لأنه الزيادة تكون بنسبة طفيفة جدا، لكن ربما التأثير التراكمي للمستقبل من شرب القهوة والشاي راح يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول، بس هذا ربما بكميات كبيرة وكذلك بصورة مستمرة. يعني ماذا عن إضافة الحليب؟ يعني كثيرين يعتقدون أن إضافة الحليب شيء جيد، ولكن الدراسة أيضا تقول أن الحليب بالعكس قد يقلل من البوليفينول، وهي المادة المفيدة التي تتحدث عنها في هذه الدراسة. نعم، يعني البوليفينول هي المادة الموجودة في الشاي واللي تحدثت عنها الدراسة، لأن دراسة جرت في هولندا، والهولنديين حسب الظاهر هم يعني يستعملون الشاي والحليب أو القهوة والشاي، وفي بريطانيا أيضا، في بريطانيا كذلك. نعم، فبالتالي البوليفينول اللي هي مادة ممكن تأثر على تقليل أمراض القلب راح تتأثر بالحليب، واللي هي موجودة بالذات في الشاي.
الشاي. لكن الانتي اوكسيدنت او مضادات الاكسده الاخرى هي اللي راح يعني تؤدي دورها وتقلل امراض القلب. في ما تبقى من وقت قليل 20 ثانيه، نعم. كيف يمكن ان يكون لنا قلب قوي؟ ما الذي يفيد القلب وما الذي يضر؟ طبعا يعني القلب هو كجزء هام من في الجسم، يتاثر يعني حياتك بصوره بما تعمله من التمارين والغذاء الصحي وتقليل التدخين والكحول كذلك. وكذلك القلب هو المسؤول عن الحب يقال. اكيد فلو في حب يعني فاكيد القلب يكون صحي. شكرا لك دكتور محمد سلمان زميل الكليه الملكيه البريطانيه لطب العائله. شكرا.